السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مكيوم غيزلان تيتوت، رئيسة جمعية دعم المرأة والطفل في وضعية صعبة. نهارا نقاغي جن الخيمة بدعم من مشاركة مواطنة توسد غنغنضة نقا نشارك كجمعية في مركز الاستماع لنساء ضحايا العنف. نسشنا سنتي ثيم غارين تواصل كيسن أحداث السنن من تعنا مشاركة مواطنة الاتحاد الأوروبي إينوبس جاءت السنن جميع الجمعيات بغيت تشتغل. نشي نعرف الجمعيه النغد الخليه يخت تخدم ذي خليه العنف ضد النساء ذي اقليم الناظور، ونتواصل الحمد لله. تصنت مغارين كش سنت تصل معلومات بركي اول مره تري ذي النظا. نتمنى تري معارض الطاس للتواصل النساء خصوصا النساء اللي في وضعيه صعبه ذي النظا ما حد تسن المقر النغض المركز النغض. ونتشكى جميع الاطر يشاركن اذا غياز من الخيمه يا محمد الجمعيه النغت باندي الساحه محمد تاني غزه. والسلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فهد كردي فاعل جمعه وسياسي ورئيس هيئه المساواه تكافؤ الفرص ومقاربه النوع. مشتوره من هان اذا نزدن شاركك برنامج المشاركه مواطنه احتفاليه زي تخليد اليوم العالمي لحقوق المراه. شن هان اذا كتقدميين ابينا الا انه نشارك الفرحه ين سنتانيتا ونشين ندفع المساواه بين الجنسين. لذلك نزدن هان اذا نعاون المجتمع المدني ثاني تنشارك كي سندي الاحتفاليه ثاني تا يعني نتراجع الصيغ الزهذيرين خطوات النغني برامج النغني انشطه النغني ان شاء الله ونشي نبدا قنغ كي سن تحياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. دكان عبد الصمد رئيس جمعيه المبادره المغربيه للعلوم والفكر وعضو هيئه المساواه تكافؤ الفرص ومقاربه النوع. شيت تلقى نهار كهيئه جن دعوه زي يوداني تكن مبادره مواطنه المكتب الجهه الشرق باش نحضر جن الفعاليات تكن دايتي تبني النظر لاول مره تكن دايتي باش نحضر دايت مجموعه الفعاليات الجمعويه دايتي تبني النظر باش نستوخ ثلاثه الامور الاساسيه البرامج الدعم للاتحاد الاوروبي خصوصا غنغ المساواه الشباب للمراه. نهار نحضر دايتي كفاعلين جمعويين تبني انت باش نغزال البرامج اللي غادي نعمل ان شاء الله. وتشكات تصنا دور سيتي خططي الفعاليات. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد امين برجال رئيس جمعيه سمايل. مشتوره من نهار برنامج مشاركه مواطنه بدعم الاتحاد الاوروبي وبتنسيق مع الهيئات المدنيه بمدينه الناظور وهيئه تكافؤ الفرص بالناظور. تنظم ابواب مفتوحه تنظم يجن نشاط تخليدا اليوم العالمي لحقوق المراه ويخضر سجن الشعار نطمح للمساواه نمني بذكاء نبدع من اجل التغيير. ومشتوره من نهار مختلف الشرائح الاجتماعيه مدينة النظر وسين داك سنيج الفكرة المشروع مشاركة مواطنة ذي الأهداف الناس ذي المردودية ذي الفعالية غيرين على المدى المتوسط. ونشين كجمعية سمايل توغا نغيج المشاركة بيئية بحكم تتمس البيئة التنمية المستدامة توغا مقاربة النوع الجمعية الأخوات المجاهدة كاينة حاول انت كنت مجموعة من الورشات الخدع السينمائية ذي إعادة تدوير ذي الروسيكلاج باش تبين دور المرأة ذي النسيج الجمعوي.